قالت وزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية رصدت وقوع 5 عمليات في عدد من محافظات الجمهورية يوم أمس، أسفرت عن مقتل 7 من منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية وإصابة 8 آخرين بالإضافة إلى 4 من المواطنين. وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن العمليات التي وقعت كانت في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وأبين وسيئون. وأشارت الوزارة إلى أنها فتحت تحقيقا موسعا في الجرائم المرصودة لمعرفة مرتكبيها وضبطهم.